السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي مؤسسة النظام الطاقي على اليوتيوب. معكم سواح، حلقة جديدة من حلقات مؤسسة النظام الطاقي هنتكلم فيها عن التحرر وحدوث المعجزات. قبل ما ندخل في الحلقة أحب أنوه عشان تحت سات اليوتيوب كالعادة، لو أنت مش مشترك في القناة أهلا بيك، عضو جديد في أسرتنا، فعل اشتراكك وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد بننشره. التحرر، كتير الناس اللي متابعنا بنتكلم كتير في التحرر، ووضحنا كتير في عناصر التحرر وكيفيته، وزي ما عملنا حلقة عن السبب والنتيجة في قانون الجذب، وكانت حلقة مختصرة وفكرتها واضحة وبسيطة للناس تقدر ان هي تترجمها. بنعمل النهاردة حلقة عن التحرر. كل الناس اللي حصلت لهم معجزات كانوا متحررين، كانوا خلاص دفنوا الماضي، كانوا راضيين بالوضع الحالي اللي هم فيه ومركزين فقط عليه. في أسرار كتير لما تفهمها بتختصر عليك طرق، بتختصر عليك مسافات وأزمنة. الحلقة دي ممكن تكون برضو من اللي تختصر عليك رحلة كبيرة جدا جدا ممكن انك انت تقطعها في الوعي. الماضي دايما بنحفره، انا انت كل الناس دايما، بس بدرجات متفاوتة. والتحرر أولى خطواته أنك أنت تدفن الماضي، تقفل عليه انتهى، وأنك تركز فقط في الآن. لازم تبقى عارف أن أي حد بتعرفه، أي علاقة بتدخل فيها مهما كانت مداها، فبيحصل تعلق. لازم تبقى عارف أن أي فكرة، أي هدف، أي حلم أنت عايزه في بينك وبينه تعلق، والحلم أو الهدف اللي أنت متعلق بيه عمره ما هيحصل. بيحصل وبتحصل المعجزة فقط في اللحظة اللي بتتحرر منه. لحظة ما بتتحرر هي دي لحظة المعجزة، هي دي اللي بتديك الحضور العالي، فتحصل لك المعجزة في اللحظة. طيب، تحرر، التحرر نعمله ازاي؟ يعني اقطع علاقتي بالناس، اقطع علاقتي بالاهداف؟ لا، انت لازم يكون لك هدف بس متحرر منه. اولا علشان تبدأ تتمرن على التحرر وتبدأ تركز في التحرر، لازم تقبل كل وضعك الحالي بكل تفاصيله وكأنك انت اللي اخترته، كأنك انت رسام ومعاك ورقة وبترسم فيها حد، فرسمت نفسك بظروفك، بحياتك، بتفاصيلك، بأمورك، بدايرتك، ببلدك، بصحابك، بأهلك، بكل الحاجات اللي في حياتك، حتى بتعبك، كأنك انت اخترته بنفسك، كأنك انت اللي حددته. في اللحظة دي لما انت تحس ان انت اللي اخترت كل ده، انت في بداية التحرر. مش اقولك انت تحررت لان لسه خطوات، بس يعتبر انت قطعت شوط كبير جدا 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 في التحرر. انك تعيشه كأنك انت اللي اخترت ده بيقويك وبيساعدك وبيسهل عليك انك انت تغير اللي اخترته. لازم تبقى فاهم ان الحياة بتعيشك مش انت اللي بتعيشها، الحياة تفاصيلها منك مش انت اللي تفاصيلك من الحياة. لازم تبقى فاهم ان بوعيك انت بتصنع ظروفك، مش الظروف اللي في حياتك هي اللي بتصنعك. لازم تبقى فاهم ده، لإما هتكون بتدور في دايرة ملهاش نهاية، ملهاش حد، ملهاش آخر، ولإما هتلاقي الهدف، حتى الهدف البسيط اللي ممكن تحققه في يوم بياخد منك شهور، واللي ممكن تحققه في شهور بياخد سنين، واللي بتحققه في سنين إلى ما لا نهاية، وهكذا. يعني التحرر إن أنا أقبل، التحرر إن أنا أقطع كل الأحبال الأسرية اللي بيني وبين أهدافي وبيني وبين الناس. إيه اللي هلاقيه؟ هتلاقي انك انت لما تقطع الحبل الاسير بينك وبين حد انت متعلق بيه، لف ورجع لك، بدأ هو يتعلق بيك، بدأ هو يجري عليك. لو انت او انتي متعلق باحد، في علاقة مع احد ومتعلق بيه جدا، هتلاحظ انه بيهرب منك، بيتهرب منك، هتلاحظ انه معاملته مش عاجباك، هتلاحظ ان علاقتك بيه تعباك وانك تعبان ومتضايق. لما تتحرر منه هتلاقي ان الموضوع اتعكس، كان بيتغذى منك على شيء، كان بيتغذى منك على شيء مش لاقيه، فهتلاقي نفسك كسبان في الحالتين، كسبان
لو هو لف ورجع لك وبدأ هو اللي يدور عليك بعد ما كنت انت اللي بتدور عليه فانت كسبان، ولو هو حتى ملفش فانت اتحررت فمش تعبان خلاص، ففي الحالتين انت ارتحت، في الحالتين دخلك النور من يدوب فتحة شباك انت فتحتها وهي التحرر. ما بالك لما تكمل تحرر وتفتح الشباك كله وتفتح بيبانك، هتحس كأنك بتعيش لأول مرة مرتاح. قيس ده على كل حاجة في حياتك، قيس ده على أهدافك. الأهداف والأحلام الخاصة بيك أنت لما تتحرر منها بتسرع عملية حدوثها، بتحصل معجزة حرفيا. جرب، شوف هدف ليك فترة كبيرة أو سنين عايز تحققه، واقبل وضعه اللي هو بعيد عنك الآن، واقبل وضعك الحالي بكل ظروفك، وتحرر منه تماما، تحرر منه تماما. هتلاقي كل العلامات اللي في الكون حولك، كل العلامات اللي بتحصل، كل الأحداث اللي بتحصل بتحصل عشان تحقق وجود ووقوع الحدث، علشان تحصل المعجزة وبشكل بسرعة. هتحس كأن الهدف بتاعك ده شخص زيه زيك وهو حاس بالتأثير، فهو اللي جاي لك جري، هو اللي بيحقق، هو اللي بينفذ، هو اللي بيفتح الفرص، هو اللي بيجيب لك الفرص لحد عندك، هو اللي بيهيئ الظروف ان هو يبقى معاك ويتحقق ويحصل ويبقى موجود في حياتك. ده كله بسبب التحرر، انك انت تقبل وضعك الحالي كأنك انت اللي اخترته زي ما قلت، ثم بناء عليه تبدأ تتصرف. انت مش هتكون مستكين، يعني مش هتقبل وضعك الحالي وتنام، مش هتقبل وضعك الحالي انك انت تعبان او انك انت في ضيقة او انك انت في ظروف قاسية او قاهرية او الى اخره، لا وتسكت. انت هتقبلها كأنك انت اللي اخترتها، وبناء عليه طالما انت اخترتها وتسجل ده في عقلك الباطن وتسجل ده في حياتك وتسجل ده في افكارك وتسجل ده في وعيك، يبقى انت قادر انك تختار حاجة تانية، تختار نقضها، وانت مرتاح بلا تعلق، وانت متحرر. فتبدأ ترسم حياة تانية زي ما رسمت الحياة الأولى. في الحياة الأولى رسمت بتفاصيلها بظروفها بكل الأحداث اللي فيها، فالآن أنا هرسم حياة تانية، بس بعد ما تكون تقبلت ورضيت، تكون تقبلت ورضيت وأصبح الواقع بتاعك الآن من اختيارك، وتسجل ده في عقلك وفهمت ورضيت بيه ووافقت عليه وبقيت مرتاح، بعدها تبدأ تعمل وضع تاني وحياة تانية وأمور أخرى. زي ما انت صنعت وضع تقدر تصنع الاخر. اللي بيخليك مش عارف تصنع الاخر انك انت رافض انك تعترف انك انت اللي صنعت الوضع الحالي، انت رافض. فبناء عليه طالما رافض ان الموضوع مش بايدك، يبقى برضو الموضوع التاني مش بايدك. لكن لما يبقى الموضوع ده بايدك وانت متفق وموافق وخلاص راضي بده، يبقى انت هتقدر تصنع المواضيع الاخرى بكل سهولة وسلاسة. جرب الان، جرب كده، جرب وتحرر، ووافق على كل اللي بقوله لك ده، ووافق انك انت متقبل، وانك انت متقبل مهما كان حالتك ومهما كانت الحياة بتاعتك ومهما كانت دايرتك، انك انت اللي صنعت ده، وانك انت معاه مش ضده، حتى لو هو غلط وحتى لو هو خطأ انت صنعته، بتتعلم منه، حتى لو هو خطأ بتتعلم. ثم ابدأ بعد كده اصنع الحياة التانية اللي انت عايزها بفكرك تصبح واقع، ارسمها في خيالك تصبح واقع، ارسمها في ظنك تصبح واقع، وهي دي لحظة حدوث المعجزة. تخيل انت عمال تحفر في الماضي اللي هو بحكم السنن الكونية تردم، مات، راح، اتقفل خلاص، فانت برضو مصر عمال تفتح في الماضي، تفتح تحفر تحفر في حفرة ملهاش آخر، ملهاش آخر. وفي نفس اللحظة عندك بصيص كده في عقلك عايز بكرة. طب تخيل لما انت تنسى بقى الماضي وتبطل تحفر، اصبح البصيص ده حاجة كبيرة جدا، اصبح كل تركيزك انك انت تعيش في الآن. لا فارق معاك اللي كنت بتحفر وبتدور عليه، ولا فارق معاك البصيص اللي كان بيجيلك عن بكرة، اصبحت تعيش الآن بكل تركيزك، وكل يوم هيجي بكرة هيكون الآن. فبالتالي هتلاقي نفسك بكل سهولة ويسر مرتاح بدون ما تعمل اي حاجة، هتلاقي نفسك بكل سهولة ويسر بتحقق اللي انت عايزه بدون تعب، هتلاقي نفسك بكل سهولة ويسر قادر تتحرر من اكتر شيء ممكن تبقى متمسك بيه، تتحرر من اللي بتحبهم، تتحرر من مالك،
تتحرر من عربيتك، تتحرر من سكنك، بيتك، تتحرر. مع انك تتحرر مش انك انت هتسيبه، لا، هتبقى عقلاني، هتبقى مرتاح، هتبقى راضي بكل تفاصيله، هتبقى راضي في وجوده وعدم وجوده. وقتها بس هيبعد عنك التعلق اللي هو المقبرة اللي بتدفن نفسك فيها يوميا. التحرر تقدر انك انت تعمله بالفكرة، انك انت تتخيل كل ده وتكرر في عقلك انك انت اتحررت منه وبعدت عنه، قطعت الاحبال الاسرية بينك وبين الكل اللي حواليك. احنا بنتأثر في الحالتين، لو انت بيحوطك ناس ايجابيين او بيحوطك ناس سلبيين بنتأثر في الغلط. لو بيحوطك ناس ايجابيين فانت بتستفاد، بيمدوك بطاقة ايجابية، بتساعدك، بتأهلك على النجاح للنجاح، ولكن بتصبح انت متعلق بيهم. ان حد اصابه شيء فهو بيصيبك، وان حد تعبه شيء فانت بتتعب بسببه، وفي نفس الوقت لو بعدوا عنك انت بتتعب اكتر، فانت هنا اتضريت. والاشخاص السلبيين فبيدروك من جميع النواحي، اول مش هيمدوك بطاقة لان طاقتهم بتكون سلبية، فبيمدوك بطاقة سلبية بتحطمك، يعني مش هتاخد منهم منفعة. بالاضافة كمان ان انت متعلق بيهم، يعني كمان اصبحت الكارثة اتنين. فمطلوب منك دايما انك انت تكون متحرر من كل اللي حواليك، وانك انت تزود الوعي داخلك، لان وقتها هيبقى انت حضورك اللي طاغي وحضورك اللي عالي عليهم على الجميع، فمش هتتأثر لا بده ولا بده، مش هتتأثر. تخيل انك انت نزلت جنينة، حديقة كبيرة فيها فواكه وفيها، ورغم كده فيها برضو شوك وفيها حيوانات مفترسة وفيها، وانت عندك السلاح انك انت تمشي فيها آمن لن يضرك شيء، وفي نفس الوقت بتاخد الحاجات الحلوة اللي بتعجبك وانت في الحديقة دي. ايه اللي بيخليك آمن؟ التحرر. فقبل ما ترجع تاني تنخلط، وقبل ما ترجع تاني تقفل الحلقة دي وتبدأ في حياتك اللي هو الروتين اليومي او الحياة اليومية اللي ما تتغيرش، قرر ان بداية التغيير واول التغيير هو انك انت هتتحرر، وركز فيها. اعمل لنفسك جلسة تحرر شبه يومي على الاقل خالص لمدة اسبوع، وبعد كده اعملها مرة كل شهر، وبعد كده هتعملها مرة كل 3 شهور، وبعد كده مرة كل 6 شهور، وبعد كده مرة كل سنة. كل سنة وانت بتحتفل بسنة جديدة بتعمل تحرر، تبدأ بداية نظيفة. اعمل ده كفكرة في عقلك. في جلسات تحرر جاهزة، دي موجودة بس دي مدفوعة مش مجانية، موجودة في النظام الطاقي، تقدر لو انت عايز تحصل عليها تتواصل على الواتساب وتحصل عليها. ولو انت مش قادر انك انت تاخد الجلسات اللي هي موجودة، نفذ جلسة. انت عارف ازاي هتعمل استرخاء، وعارف ازاي هتعمل استرخاء بالمية، وهتعمل استرخاء بالنفس، وهتبدأ انك انت تعمله، وتبدأ تزرع الافكار، وتبدأ تتخيل كل الناس اللي تعرفهم، وتقطع الحبل الاسير اللي بينك وبينهم. هترتاح جدا، هتحس ان في نفس اللحظة اللي بتعمل فيها الجلسة، في نفس اللحظة، مش هقولك بعدها بيومين ولا بثلاثة، في نفس اللحظة كأنه كان في جبل على كتافك وتشال. هتحس ان انت كل ما تتحرر اكتر كل ما الحاجات بتجيلك بسرعة. كنت بتتعب 90% علشان تحصل على هدف، هتلاقي نفسك كل ما تتحرر بقيت تتعب 50% وتحصل على نفس الهدف. شوية شوية هتتعب 10% فقط وتحصل على نفس الهدف. شوية شوية الهدف هيجيلك بدون تعب منك، لما توصل لأعلى درجات التحرر. التحرر هو المعجزة، وإحنا دايما مطالبين بالتحرر. نتحرر، ما نتعلقش بذنوبنا، نتحرر ما نتعلقش بأهدافنا، نتحرر ما نتعلقش بذنوبنا بالاستغفار، إن إحنا نستغفر ربنا بكل ضمير صاحي ونتوب إليه من الذنب، فبالتالي إحنا كده فكينا التعلق بالذنب ده. ما نتحررش بأهدافنا، إنك أنت دايما تفك تعلقك بالهدف، وهكذا في كل عناصر حياتك. بس زي ما قلت لك، ابدأ الآن، وافق وارضى واقتنع إن حياتك بتعيشك بتفاصيلك بظروفك اللي أنت بتخلقها وبتصنعها، مش أنت اللي بتعيش الحياة بظروفها. لازم تبقى فاهم ده، لانك لو فاهم غير كده فانت لسه بتدور في نفس الدايرة اللي ملهاش نهاية واللي هتوقعك. ابدأ من الان انك تقبل كل شيء. في اللحظة اللي هتقبل فيها كل شيء هي دي لحظة المعجزة. حاول مرة واثنين وثلاثة، واول ما تتحرر تماما وتحدث المعجزة في نفس اللحظة، ادخل على نفس الحلقة دي وشجع غيرك واكتب لهم اللي حصل معاك، علشان كله يتحفز وكله يتشجع وكله يتحرر.
لو عايز تشترك في اي من كورسات مؤسسه نظام الطاقه المسجله بتوصلك مهما كان مكان تواجدك في اي مكان في العالم، كورسات جذب المال، كورسات الجذب عموما، جذب الشريك الحياه، كورسات التحرر، كورسات التخاطر والتواصل، كل كورسات كشف السر الهدم الموروث، كل ده متوفر مسجل بالكامل. تقدر تتواصل على الرقم اللي ظاهر امامك على الشاشه الان عبر واتساب. لو عايز تتواصل معايا بشكل شخصي ممكن انك انت تتواصل معاهم وتطلب انك انت تتواصل معايا، لكن رجاء التواصل فقط للجادين رجاء عشان خاطر ما نضيعش وقتنا ووقتكم، سواء كان التواصل للاستشاره او التواصل لحجز كورسات او الى اخره. حلقات كتير جايه، نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش اشترك في القناه، فعل الجرس، شير للغير. السلام عليكم. شجره الحياه. لا أحد يختلف أن هناك مراكز للطاقة في الجسم، وهي المسؤولة عن استقبال الطاقات الخارجية من البيئة المحيطة والتي تؤثر في النفس والروح والجسد، كما أنها مسؤولة عن إظهار الطاقة الكامنة في الجسم إلى العالم المحيط. شاكرة التاج، شاكرة العين الثالثة، شاكرة الحلق، شاكرة القلب، شاكرة السرة، شاكرة العجز، وشاكرة الجذر. اطلبيها الآن واشحني طاقتك ونشطي شاكراتك من خلال واتساب عبر الرقم التالي، أو تعرفي عليها أكثر من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة النظام الطاقي.